دشن فرع اتحاد كرة الطائرة بمحافظة مأرب بطولة 30 من نوفمبر للأندية الرسمية بمشاركة 12 فريقا رياضيا، وجمعت مباراة الافتتاح فريق الوطن من حريب وفريق رغوان، فاز فيها الوطن بشوطين دون مقابل. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي. دشنا فرع كرة الطائرة هنا في محافظة مأرب بطولة 30 من نوفمبر لأندية المحافظة الرسمية مشاركة 12 فريقا رياضيا. جمعت مباراة الافتتاح فريق الوطن من مديرية حريبة وفريق رغوان من مديرية رغوان. أسفر اللقاء عن فوز فريق الوطن بنتيجة شوطين دون مقابل. مدير عام الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان أكد الاهتمام بالأنشطة والفعاليات الرياضية. في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة وخطة مكتبة الشباب والرياضة بمحافظة مأرب تنطلق اليوم بطولة كرة الطائرة للأندية الرسمية احتفاء بذكرى 30 من نوفمبر التي تتزامن مع هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، وتأتي هذه برعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري واللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وتأتي هذه لتفعيل الأنشطة بالمحافظة. مستشار وزير الشباب والرياضة داود علوة أوضح جملة من الخطط والبرامج لتفعيل الأنشطة والألعاب المختلفة. في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأخ الوزير الأستاذ نايف صالح البكري، نحن اليوم نفتتح بطولة كرة الطائرة للأندية الرسمية في محافظة مأرب، بطولة 30 من نوفمبر. الوزارة مهتمة جدا خلال هذه الفترة والفترة السابقة بالأنشطة الرياضية المختلفة وفي كل المجالات والاتحادات، أيضا في المجال الشبابي. هذه عينة من العينات، وأنتم ربما تلاحظون كثير من الأنشطة تقام هنا في محافظة مأرب. رئيس فرع كرة الطائرة إيهاب محمد حسين قال يأتي تشكيل البطولة بتزامن مع عيد الاستقلال 30 من نوفمبر وبعد جمود شهد اللعبة هنا في محافظة مأرب. اليوم طبعا 12 من نوفمبر انطلقت بطولة كرة الطائرة لمحافظة مأرب، تجمع 12 فريق للأندية الرسمية حق المحافظة، والهدف من ذلك اللي هو كسر الجمود الذي صعب الرياضة طويلا. واليوم إن شاء الله نحن في خطة زمنية مرسومة لا يمكن نقول لتحقيق أهداف مرجوة المرسومة من قبل مكتب الشباب والرياضة. الاهتمام بالأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة تمثل أهمية كبيرة لخلق روح التنافس بين الأندية والاتحادات الرياضية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.